علموا عيالكم على ثقافة الاعتذار، على ثقافة المسامحة، حتى الإنسان يقدر يغير ما في نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يقول أحد العلماء: إذا غيرت غير عليك جزاء وفاقا. إذا غيرت هذا غيرت طاعة الله بمعصيته، الله غير عليك العافية بالذل. وإذا غيرت هذا الحرام بالحلال، معصية الله بطاعة الله، الله سبحانه وتعالى بدل حياتك من الذل إلى العافية. حياتك الزوجية نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى يغيرها لك بأحسن وأجمل حياة راح تعيشها مع هذه الزوجة. الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا صار خلاف بينك وبينها، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من التوبة والاستغفار والدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحاولكم تغيرون. دائما إنسان يغير ويغير الناس إلى الأفضل. لذلك القدوة مطلوبة في البيت، والقدوة مطلوبة في المجتمع، وفي كل مكان حنبحث عن القدوة. وقدوتنا في التعامل هو النبي صلى الله عليه وسلم.